السلام عليكم. اليوم حنتكلم عن الوقاية. طبعا بيكون في مشكلة قبل نروح عشان نصلح المشكلة، لكن كل ما كان عندنا وقاية كل ما كان عندنا احتمالية المشكلة تكون أقل وأقل. فعشان كده الوقاية خير من العلاج، وهذا شيء عام سواء في مهنة على الصحة أو في حاجة. الوقاية بأفضل. طيب ايش هو العامل اللي ساعدنا نعرف ايش هو الوقاية؟ العامل الرئيسي الاول هو الوعي. تمام، عشان كده المدرسة بتقول لك ايش؟ يسموها لجنة التوعية. التوعية والإرشاد والشرح والإرشاد والإرشاد فهو يساعد في موضوع الوعي. ليش؟ عشان يكون عندك وقاية. الوعي هو مشكلة في الجهاز يخرب، مشكلة في السيارة تخرب، مشكلة في الصحة.